بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا 12 رح نبدأ بحل التدريبات. سوف نقوم بمراجعة بسيطة عن أوزان الصفة المشبهة وصيغة المبالغة. أوزان الصفة المشبهة هي أفعل على وزن فعلاء وفعلان وفعلة، فعال وفعال وفعلة، وفعل 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 وفعيل. صيغة المبالغة أوزانها هي فعل وفعيل، تتشابه مع الصفة المشبهة. نميز بينهم بين اللازم والمتعدي. اللازم هي الصفة المشبهة والمتعدي هي صيغة المبالغة. فعول على وزن غفور، وفعال غفار، مفعال معطاء، فعيل فعيل هي صديق، وفاعول هي فاروق. هذه أوزان صيغة المبالغة والصفة المشبهة. الآن ننتقل إلى حل التدريبات في الكتاب. السؤال الأول يقول: استخرج صيغ المبالغة فيما يأتي واذكر وزنها. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم للفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. عن صيغة المبالغة هي سماعون، من فعالون، من فعال. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عن حلاف وهماز ومشاء على صيغة فعال. لا تنظر نظرة حسودا، ولا تعرض أعراض حقودا. حسود وحقود هي على وزن فعول. 4. يحب الجمهور اللاعب الرياضي الحريف. حريف على وزن فعيل. هنا جاء في الأمثال من مأمنه يؤتى الحذر. الحذر هي على وزن فعل. حذره لن تضبط، إذن هذه صيغة حذره تضبط. حذره تضبط هي فعل، هي من وزن فعل، صيغة مبالغة. وكن على الخير معوانا الذي أمل يرجو نذاك فإن البحر معوان. معوان هي على وزن مفعال. لا تكن ثرثارا مكثارا. مكثارا على وزن مفعالا. قدمت فاطمة وأسماء تقريرا عن دور المرأة الأردنية المعطاءة في مجالات التنمية كلها. معطاء على وزن مفعالة. تدريب الثاني يقول لكم: حول كل فعل فيما يأتي إلى صيغة المبالغة في استعمالنا اليومي. غفر من غفار أو غفور على وزن فعال أو فعول. دهن دهان أو دهين. صرف صراف. نجر نجار. درس دريس. طمع طماع. كذب كذاب أو كذوب، نضيف كذب. طيب تدريب 3 يقول: ميز صيغة المبالغة من اسم الفاعل فيما تحته خط. ليكن المرء فصولا بين الحق والباطل. ليكن صدوقا، ليؤمن على ما يقال. وليكن شكورا، ليستوجب الزيادة. وليكن حافظا، لسانه مقبلا على شأنه لئلا يؤخذ بما لم يصدر عنه. هل عنا فصولا وصدوقا وشكورا على وزن فعولا، هذه صيغ مبالغة. حافظا فاعلا، مقبلا أيضا على اسم الفاعل. 2. وإذا كان ذواقا على وزن فعالا. أخوك من الهوى فعالا. ذواقا هذه صيغة مبالغة، موجهة في كل أوب ركائبه. فخل له وجه الفراق. ولا تكن مطية رحال. رحال أيضا فعال. كثير مذاهبه. أيضا عندنا كلمة موجهة.
موجهنا من وجه يوجه موجه اسم فاعل. ثلاثة، فخل عنك الأسى وعش مطمئنا في ظلال المنى ودفء الهوى. مطمئنا تأتي اسم فاعل. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقه عاشقة. عاشقة تأتي على وزن فاعلة فاعل، عاشق فاعل اسم فاعل. أحبب بلادك باذلا ومضحيا، أيضا هذه اسم اسم فاعل. إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه ولا يستطيع العيش إلا المسامح. مسامح يا اسم فاعل، سامح يسامح مسامح. السؤال الرابع، تدريب الرابع، عين الصفة المشبهة. الطيور الجوارح منقارها أعقف وصلب. أعقف أفعل، صلب صلب فعل. قليل الكلام كثير الندم، قليل على وزن فعيل. قاعة الأسود في قصر الحمراء، حمراء أحمر حمراء فأفعل فعلا. كثير القراءة غزير الثقافة، عنا كثير وغزير على وزن فعيل. لا فرق بين أبيض وأسود، أفعل وأفعل. هذه صفات المشبهة. ننطلق إلى التدريب الثامن الخامس، ميز الصفة المشبهة من صيغة مبالغة. عندنا صفة مشبهة وصيغة مبالغة في الجمل الآتية، إحنا بدنا نقوم بتمييزها. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. غضبان على وزن فعلان، أسفا فعلا. غضبان صفة مشبهة، وأسف أسفا أسفا على وزن فعلا هي صيغة مبالغة. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلت أمر ربكم. طيب، اثنين، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. حين مضياع على وزن مفعال صيغة مبالغة. أربعة، لا ثلاثة، النيل العذب فعل على وزن صفة مشبهة. والجنة شاطئه الأخضر الأفعل. البشر بطبعهم اجتماعيون. ولا غني لأحد عن الآخر، ولا غنى لأحد عن الآخر. الخباز على وزن فعال، خباز فعال صيغة مبالغة. إلى الطبيب فعيل، هي لازم فعل صفة مشبهة. عندنا خمسة أو أربعة، ترى الرجل النحيف، نحيف فعيل، نحفه لا، إذن لازم صفة مشبهة. تزدريه في أثوابه أسد هصور، هصور على وزن فعول. سؤال ستة، بين نوع المشتق الذي تحته خط بين اسم فاعل واسم مفعول بصيغة مبالغة وصفة مشبهة. قال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صدق الله العظيم. للمتقين اسم فاعل، مفتحة اسم مفعول. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل. موكل عنا اسم مفعول، أحسنتم. ثلاثة، أبو بكر الصديق، صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. أربعة، وكم من عائب، قولا صحيحا، عائب يا فاعل اسم فاعل. عنا خمسة، أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والزمان جديب. جديب هي معنى أحمق، من جدبة، جدبة صفة مشبهة. عنا وما الخطب للأضياف إن تكثر القرى، ولكنما وجهه الكريم خصيب. خصيب على وزن خصبة، من فعل صفة مشبهة. سؤال سبعة، هات فقرة تصف فيها
معلمة مثابرة في حياتنا اليومية؟ هذا سؤال لكم يترك.